ما شاء الله أحبتي الكرام، نحن اليوم في حتى البارحة ما شاء الله مطارها ما وقفت طول الليل لين أصبحنا ما شاء الله تبارك الله. الله يحفظ أهلها، يحفظ حتى وأهلها الطيبين، وبالعمر الحمد براشد وعلى الترتيب العدل سيدي صاحب السمو الشيخ محمد براشد آل مكتوم حفظه الله، نائب رئيس رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى ولي عهد الأمين، وإلى الشباب في وإلى رئيس بلدية دبي والجروب اللي عنده، وإلى المسؤولين المنظمين على رأس محمد البدواوي وسعيد وفاطمة، كل اللي اجتهدوا في نجاح مهرجان حتى مهرجان رائع بجميع المقاييس. لنا حديث عن هذا المهرجان فيما بعد من ناحية التوقيت، يعني يا ريت لو يكون في شهر 2، يعني يكون في شهر 2، لأنك أنت تقطف السدر في 16-11 مثلا، يعني السدر محتاج إلى 2-3 شهور أفضل لنزول السكروز وانتظام الأنزيمات الشفائية داخل العسل ونزع الرطوبة طبيعيا من المنضد، تنزع الرطوبة من العسل فيكون العسل ثقيل كامل، يعني ما شاء الله مكتمل. لما يروح المختبر يطلع بفحص رائع جدا. هذا القصد، ونتمنى يكون فيه يعني فيه نشاط آخر للنحالين، لأن تعرفون منطقة حتى يعني المفروض يكون بداية المؤتمر خميس وجمعة وسبت واحد، ليش في نهاية الأسبوع حتى يتمكن الزوار في أوقات الإجازة من الزيارة، ما يكون يوم الاثنين مثل ما صار السنة هذه. ايضا نطالب بفحص C3 وC4 في مختبرات الدولة حتى نكتشف جميع الاعسال اللي وضعت فيها مواد كيميائية لتنزيل السكروز. يعني تستغرب يك واحد يقول لك سكروز 0 سدر، اخي انت تضحك على منو؟ انت من 5 سنوات في تغيرات في طقس الامارات، وهذه السنة ان شاء الله راح نشهد موسم أمطار غزير إن شاء الله بإذن الله، نتوقع هذا. ففي لابد ما يكون في رقابة مشددة، حالات سرطان منتشرة بصورة كبيرة جدا في دولة الإمارات وأسبابها عديدة، ومن بعض الأسباب هذه الأنزيمات أو هذه المواد الكيميائية التي تنحط في الأعسال وتنزل السكروز، لكن بالتالي قد تؤدي إلى تليف في الكبد، إلى سرطانات، إلى مشاكل عديدة. فأرجو الانتباه لهذا الشيء. النحالين الإماراتيين محتاجين إلى الدعم، دعنا من الدعم المعنوي والدعم المادي، مؤسسات الإماراتية، كل النحالين حتى المبتدئين. شغلة النحل شغلة شريفة جدا. في كاليفورنيا صارت مشكلة في تلقيح النباتات أو الأشجار المثمرة، فأصبحوا يستأجرون من النحالين، فتجي سيارات النحالين بالأجار حتى تلقح هذه الأشجار، ويكون التلقيح ويكون الثمار جيدة. نحنا قاعد يصير عندنا بالعكس، بعد شهر يبدأ شهر واحد يبدأ شهر الفحال يبدأون برش المبيدات الحشرية، يرشون الفحال المبيد. ومع الأسف أن في بعض الجهات في الزراعة أيضا تخصص سموم يبقى مفعولها 4 أيام 5 أيام، يرشن الخلة كاملة يعني،
عن جميع الأمراض. فالنحل لما يهوي على الـ على الـ على الطلح يلقاه مسموم يموت. وهذا كل نحن كل سنة ونحن نستورد من مصر، نستورد من مصر، نستورد من مصر. يستاهلون هالمصر، بس ما في غير مصر، ما في أوكرانيا، ما في أستراليا. النحل الأسترالي اللي ذكره في سنة 83 و84 كان يجيب الأخ عبد العزيز من أبوظبي، كان هو وكيلهم. والله يا جماعة أن في 10 أيام 15 يوم نشمع لك 6 براويز من السودابة للسودابة. وين هذاك النحل؟ نعم، استراليا عندهم شفافية ومصداقية الأوروبيين، أعلنوا أن عندنا نيوزيما. بسبب هذا توقفت الوزارة عن جلب النحل من استراليا. والله العظيم لا يكشف على النحل المصري مش نيوزيما، لا يلقون فيه بلاوي أعبر عن نيوزيما. فيا جماعة نيوزيما أمرها سهل وعلاجها سهل، مش صعب. يعني احنا عندنا نحل الحمد لله بلدي، لكن هذه النحل الأسترالي الملكة الحمراء اللي نحلها ذهبي، لما تفتح الخلية كأنها شمس مشرقة. هذه نحن اللي ندورها العسالة. إنشاء محميات في دولة الإمارات العربية المتحدة في كل إمارة لا تقل طول وعرض المحمية عن 30 كيلو في 25 كيلو 30 كيلو في 30 كيلو أفضل. وتقسيمها يا أخي على النحالين، نحالين العين يحصلون 30 كيلو في 30 كيلو. تمدد لهم المياه مثل اللي في زاخر، التصفية عمالة المجاري تمدد، ويكون الماء عذب. خلال 4 سنوات راح يكون في إنتاج مهول، إنشاء فنادق موتيلات صغيرة تسمى هاني موتيل أو هوتيل صغير، راح يعمل جذب للسواح لزيارة المعرض، بإنشاء أيضا معرض صغير داخل هذه المحميات أو بقرب الهوتيل، يعني توضع فيه جميع منتجات النحالين للبيع. وتسعير، التسعير يكون فيه تسعير، بس ما يكون تسعير رخيص يعني، لأن هذه الأعسال أعسال قوية جدا. وأيضا الفحص اللي تسويه مع مانوكا في نيوزيلندا نرجو أنه يكون متوفر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وراح تكتشفون أن دولة الإمارات فيها أعسال شفائية من الدرجة الأولى. والحمد لله عندنا نحن في مؤسسة أنوار المدينة العسل نحن منتجاته، الحمد لله في نوع من العسل شفى حتى مرض السرطان بشهادة المواطنين أنفسهم، يعني اللي شفيوا من جميع القبائل وأيضا من ألمانيا من أوروبا، يعني في شهادات فيديوهات، يعني فيديوهات موثقة عندنا في القناة. ليش حاطين التوثيق هذا؟ حتى ما يتكلم واحد متكلم يقول هذا غير صحيح، أو كيف غير صحيح؟ والله جعل في القرآن سورة اسمها سورة النساء، ويقول في القرآن يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه في شباب الناس. مرحبا بكم في حتى، وطول عمر أبو راشد وطول عمر فزاع، ونقول لهم يا معازيبنا الجماعة اللي حضروا عندكم في حتى محتاجين للدعم. في ناس طلعت خسرانة من هذا المؤتمر، نحن محتاجين إلى دعم ودعم قوي. نحن نريد نوصل بالعسل الإماراتي إلى العالمية، لابد يكون عندنا هذا الفكر. هذا الفكر يحتاج إلى محميات ضخمة، مساحات ضخمة، إلى نحالين، إلى رقابة مشددة على هذه المحميات من ناحية عدم استخدام المواد الكيميائية، عدم استخدام الأشرطة الصينية اللي تدخل بإكسبشن داخل الدولة. كيف دخلت الدولة هاي؟ قروا عن آثارها، اسألوا العلماء عن آثارها.
في منها ما يبقى مخلفاته في العسل 3 شهور، ومنها 6 شهور، ومنها سنتين لما يستخدمها طفل أو يستخدمها لفترة طويلة وبعدين يصاب بالسرطان، منو يتحمل المسؤولية؟ نحالين محتاجين إلى دعم، واليوم آخر يوم. صلى الله أن أنكم تلتفتوا لهم وتقفون معاهم وتساعدونهم، وأيضا في مواسم السمر والسدر. يا أخي موسم السمر والسدر شهر في شهر أو شهر ونص، شهر أنت يا راعي البلدية وأنت يا المسؤول عن المخالفات، شوف يا بنت، شوف النحال حاط نحلة في سيح ولا في مكان يتربع مخالفتك. وبعدين بالنسبة لبعض المراقبين أو المفتشين على الأعسال، يعني لاحظت بنفسي أنا، يعني عندي ملاحظة، يعني طبعا نحن ما لنا حق نسجل كلامهم، لكن يقول لك والله أنا ما اعترف بشهادة دبي، اعترف بشهادة أبو ظبي، اعترف بشهادة. يعني أبوك أنت وين عايش أنت؟ هاي دولة الإمارات كلها شهاداتها معترفة، وأصلا مختبر دبي يعتبر أفضل مختبر في الدولة لفحص الأعسال وغيرها، وكوادر ذات كفاءة عالية جدا، وناس متمكنين، وغير هذا أرخص. أنتوا يا مختبر اللي في العين وفي أبو ظبي مسوين، ما تقصرون، كل شيء زين عندكم، أجهزة عندكم، لكن فحصكم 1300 1500 1700، وين الدعم للنحالين؟ أنا جايينك مش مؤسسة أبيع لك، أبيع شو اسمها منتجات أوروبية، هذا منتج محلي شفائي، لازم تعطيني سعر صحيح، ولازم يكون الكادر اللي يشتغل كادر فاهم شو يشتغل شو يسوي ويطلع فحوصات دقيقة. لازم يكون في رقابة مشددة على الأعسال. والحين خلونا من الكلام هذا، وشكرا يا أهل حتى، يا أهل الكرم الجود، شكرا سيدي نائب رئيس الدولة، شكرا سيدي فزاع ولي عهد دبي، نباكم تلتفتونا تلتفتون أبنائكم النحالين وتعينونهم لأنهم محتاجين للدعم. كلمة الحق تنقال، وأنا أقولها والله. وفي النهاية بسمعكم أبيات شعر إن شاء الله أنا تنال الجاوكم. يقول يا فرس قلبي وتعذيبه، يعني يصفى الوقت وأنابه، يا مرحبا بعمليات وذا الهيبة يا مر. يقول يا فرس قلبي وتعذيبه، يعني يصفى الوقت وهنابه، يا مرحبا بمليار ذا الهيبة، يا مرحبا يا مرحبا وسهلا وحيابه، لطوال الوقت أهذيبه لدنيا فرح وهنابة، ويا دن الواصل مكاعيبة، أسود انك الليل يزهابة، ويا دن الواصل مكاعيبة، أسود انك الليل يزهابة، والعيون أهدابة مصيبة، سالبة للعقل سالبة للقلب نهابة، والعيون أهدابة مصيبة، سالبة للقلب نهابة، حشيمة طبع ومعاني وطيبة، مغناطيس يشدك إعجابة، وميونك أهديك ترحيبة، يا مرحبا وسهلا وحيابة. كلمة شاعر محمد محمد أبو قبيل المنصور. يقول حياكم الله يا ضبر، نختم بهذا الكلام وتعذيبة، يعني يصف الوقت وهنابة، يا مرحبا أعمالنا كلها خالصة لوجه الله، ونصايحنا يا مرحبا وسهلا وحيابة، وإن شاء الله إن كلامنا يوصل للمسؤولين أهديبة ويجيب نتيجة إن شاء الله. أحبتي الكرام، هذا الوادي اللي بعد الدوار، لما بيننا وبين المؤتمر، يعني مبنى المؤتمر،
ما شاء الله شوفوا كيف فايض البارحة من أظني من عقب صلاة العشاء وهي تصب إلين أصبحنا الفير إلين الحين هذه قطرات الندى قطرات الندى لكن إن شاء الله مقبل الخير شوفوا الحجاب الأسود. نسيت أذكر أشكر المسؤولين لمؤتمر دبي اللي شاركوا معنا في المهرجان طبعا على رأسهم المدير والله نسيت اسمه لكنه شخصية علم ومعرفة وأخلاق وأدب وطيب ورجل طويل بارض يحب النقاش العلمي ويحب الفائدة العلمية وهذا النوع من الرجال من النوادر اللي راح يفيدون بلدهم إن شاء الله ونسأل الله يكون الشباب يحضون على حدو هذا الشخص ياريتني أذكر اسمه بس رجل محترم بمعنى الكلمة عرفتني عليها الأخت فاطمة في المختبر الأخت فاطمة أبهرتني ويعني بكمية المعرفة الموجودة عندها وفي الطاقم اللي موجود طاقم عندهم معرفة مهولة جدا لتجهيز أحدث المختبرات وتشغيل أحدث الأجهزة على مستوى العالم ما في جهاز ما يقدرون يشغلونه يعني طاقم يونيك أو طاقم سفن ستار طاقم دبي دار الحي فعلا وهذا كله يرجع الفضل إلى أفكار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي حفظه الله ولي عهد الأمين والمتابعة دائمة لسموهما وأنجال سمو الشيخ محمد بن راشد لهذه الأمور طاقم يستحق الشهادة التقدير طاقم يستحق الإكرام مختبر دبي لفحص المواد والرقابة الغذائية وفحص الأعسال وغيرها شيء أنا شخصيا أفتخر فيهم افتخار كبير جدا 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 وأتمنى لهم كل توفيق وخاصة فاطمة والمدير والدكاترة اللي موجودين سواء من الهند أو من دول أخرى على مستوى عالي من العلم والمعرفة وإن شاء الله توفر لهم أجهزة C3 وC4 هي أجهزة غالية شوي لكن هذه راح تحل مصيبة كبيرة راح نكتشف فيها الأعسال اللي ملعوب فيها بالمواد الكيميائية وبالتالي نحافظ على أفراد المجتمع ولابد يكون في رقابة مشددة جدا على المنتجات العسلية لأن وصلت فيهم المواصيل أنهم يحطون منشطات جنسية داخل هذه العسل ومن فترة تذكرون بلدية دبي لمت هذه الأوساخ كلها وهذا يعتبر يعني وسام شرف لبلدية دبي أنهم عندهم اهتمام قوي جدا في هذه المسائل في مواد تنباع في الأورغانيك سكشن وفي الحقيقة هي فيها مواد كيميائية مع الأسف وجاية من برا أورغانيك وخلاص دخلوها مثل الرويال جيلي كانوا يجيبون معصار يسمونها رويال هاني كان يدخل الدولة والشباب يضاربون عليه يعني كل واحد يشتري له كرتون بعدين عالم في السعودية عمل فحص لهذا العسل يعني استغرب يعني من إقبال الناس عليه بشدة وعدم إقبالهم على العسل البلدية يعني فاكتشف ان في منشطات جنسية بامكانكم ترجعوا اليوتيوب تسمعوا كلام العالم هذا وياية من اوروبا يعني داسين السم في العسل ويبيعونه علينا تعرفون ان هذا ممكن يجيب جلطة لانه يرفع الضغط اذا ارتفع الضغط قوية الحالة الجنسية يعني ضخ الدم يكون قوي جدا في الأعضاء التناسلية وبالتالي يؤدي إلى يعني نشوة عجيبة جدا يعني لكن في النهاية
ممكن أثناء الممارسة يحصل له جلطة ويموت، مثل واحد عندنا من جماعتنا نحن يستخدم حبوب فياجرا ما فياجرا، وفي الليل ياو استخدم حبة وبات عن زوجته، الصباح لقيه ميت على الفراش. طيب هذه النفس الله أمنك إياها أمانة، وروحك الله أمنك إياها أمانة، لازم تحافظ عليها. كلكم راع، كل راع مسؤول عن رعيته، المختبر مسؤول عن الفحوصات التي يقومون بها بأدق طريقة ومصداقية، والتاجر لابد يكون صدوق في معاملته وبيعه وشرائه، لأن التاجر الصدوق يقول النبي عليه الصلاة والسلام يحشر مع النبيين والصديقين على منابر من نور، يحشر مع النبيين والصديقين يوم القيامة، لأن عنده صفة واحدة بس، صفة الصدق في المعاملة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين المعاملة، المعاملة مع الناس بالأخلاق الكريمة. وقال الله في رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، قال: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال: لكل داء دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن حسب اعتقادي ومعرفتي في علوم الأعشاب وفي علوم أن شف الإنسان من أرضه، لأنك أنت الأرض اللي تمشي فيها وتنسم من هواها وتشرم من ماها، وغبارها يدخل يومك، وتأكل من أكلها وتأكل من غارثها وتأكل من حارثها، يعني من خضرواتها وخيرها، هذه شفاك فيها لا شك يعني. لكن علمه من علمه وجهله من جهله. وفي مشكلة أنك تكلم فيها عالم صراحة كلامه عجيب، يعني يقول الخطأ الكبير اللي نحن نرتكبه أن ناكل الخضروات أو الفواكه أو إلى آخره في غير مواسمها. يعني مثلا الشهر هذا موسم الطماط، لا أنا آكله في أشهر غير، موسم البصل، موسم ما أدري إيش، موسم البرتقال. يعني أنت الله جعل هذا الموسم موسم برتقال، كل منها راح يفيدك، تأكله في موسم غير موسمه يبلك راح يضر جسدك، انتبه ولاي الملاحظة جيدا. يعني ممكن يسوى في بيوت بلاستيكية في موسمه، الأشياء في موسمها تكون. نسأل الله التوفيق للجميع، وتقبلوا تحياتي، أخوكم أبو حمدان، مؤسسة أنوار المدينة، العسل والنحل منتجاته. والسلام عليكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما نقول وما نعمل خالصا لوجه الكريم. وتقبلوا تحياتي، أخوكم أبو حمدان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإذا أي واحد حاب يتواصل يسأل عن أي شيء، نحن في الخدمة، ممكن يتواصل معنا على 00971 5090 90 715، ونحن من اللوبي العالمي اللي ضد استخدام المواد الكيميائية لعلاج النحل، وابتكرنا ابتكار اسمه الرضاب لعلاج النحل، وأيضا عندنا البروبي بلاس هبناه من تركيا، ولكن سبحان الله خسرنا فيه، لأن خسرنا يبناه 6 أيام ودخلت الكورونا واللوك داون. وطبعا وين تروح يعني، من تكلم يعني كورونا ودنيا ومعازيبنا ما يقصرون، لكن انت وين بتروح في وقت كورونا تكلم الشيوخ الله يسلمه. المفروض البلديات انها تدعم، مثل ألمانيا تدعم المواطنين، تدعم التجار المبتدئ، يعني اللي يعملون اشياء تفيد المجتمع. في أوروبا يدعمونهم، يشوفون خسائرهم كم يعوضونهم. هذا اللي حبيت أقوله، نتمنى نوصل إلى هذا المستوى الراقي من التعامل مع الإنسان، لأن الإنسان والأطفال هذولا هم ثروة المستقبل، الأجيال القادمة. وهذا اللي نبه عليه الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه، سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،
ولي بنت عمتي او من انا ولدنا انا خاله محمد بن سعيد بن سالمين بن مبارك بن سالمين المنصوري. الرجال هذا عنده بنت اكتشفت يعني اخترعت هي وصديقتها مادة جهاز. هذا الجهاز لو رحت البحر تكون لابسنا يعني لو صار غرق او شيء عن طريق الاقمار الصناعية يحددون موقع مكانك وين يعني لو كان البحر هايج وهم مش عارفين وين انت اصلا عن طريق الاقمار الصناعية يوصلون لك وينقذونك يظلك اتبلك انقاذ. والله العظيم يا ابو خالد الين عند عمتي في البيت سلم عليها وسولف عندهم واكرم البنت وما قصر. فابو خالد طول عمره الان يعني لاحظت في الآونة الاخيرة توجهه قوي جدا للمبتكرين وهذا هو الكلام الصحيح. لان المبتكرين والمخترعين والناس النوابغ الاولاد النوابغ هذولا مفروض على طول يهتم بهم ويعطون بعثات الى الخارج ويرجعون علماء يفيدون بلدهم. هذا بتقبل تحياتي وطول عمرك ابو خالد فضلك وصل بعيد والقريب وما قصرت. ونحن عادين فيك ابيات نشرناها في السوشيال ميديا قصيدة وفي قصيدة ثانية ان شاء الله راح ننشرها في السوشيال ميديا ان شاء الله لان بصراحة صعب علينا ان نوصلها لك. كل ما كلمنا واحد يحس العصا. الله يحفظك يا ابو خالد ويديم عزك وعز اخوانك ويطول عمرك ويسلمك. I'm
Yeah.